امرأة تكون خالة لأبي وفي نفس الوقت بنت خالتي، هل هي محرم لي؟ يعني خالة لأبيك من الرضاع، خالة أبيك خالة لك، عمة أبيك عمة لك من الرضاع أو من النسب، فعمة أبيك عمة لك من النسب، وعمة أبيك من الرضاع عمة لك من الرضاع، وخالة أبيك من النسب خالة لك، وعمته من الرضاع عمة لك من الرضاع. نعم، لأنك فرع عن أبيك. نعم.